كي جا الكوتش انه كيكون فريمون بروفيسيونيل ومحترف، لانه كيتعامل مع الناس تقريبا بحال بحال. وغنقول لك واحد القضيه، شي النجوم راه سهل انك تكوتشيهم على انسان عادي. النجم عنده هو عارف راسو، خصو يجي ويكون متواضب وديسيبليني، يعني غتهضر معاه كيسمع الهضره. الناس العاديين كيكون فيهم شويه ديال الفشوش، كيقول لك انا ما قادش ندير هذه ولا هذا، وخاصك تشوف تحاول كيفاش تطلع معاه هذاك داك لونفي باش انه يزيد لقدام وما يملش وما يوقفش. هذا ما بطل تبارك الله بحال بدر هاري ولا شي نجم اللي عنده واحد لو ريزولتا بغى يوصل له في راسو، راه والو، راه تحط له جبل قدامه غادي يحيدو. انت غتقول له هذا واحد النهار انا فاجئني، جا عندي واحد النهار قال لي ندير انا وياك حصه، قلت له الله ودي بكل فرح، بالعكس هذا شرف كبير ليا. فاش بدينا الحصه قلت له نديروا هذه، قلت له عرفتي شنو غادي نبداو بهذه، قال لي شوف ما تشاورش معايا، قول لي ندير غندير. ممتاز. هذه واحد لا ديسيبلين ما يمكنلكش تشوفها عند الناس العاديين. صافي السيد عنده اوبجيكتيف في راسو، راه عارف فين باغي يوصل. يعني الناس الاخرين عاوتاني كتدخل بزاف ديال، خصك تدخل في السيكولوجيه ديال الانسان، تعرفوا كما باش هضرنا قبيله مع السعادة الاجتماعي على هذه القضيه هذه اللي قال لك الكوتشينغ باغ انترنيت. الكوتشينغ باغ انترنيت عمرك ما تعرف الشخصيه ديال الانسان كي دايره، شنو كيعيش في حياته. انا كمدرب مثلا الناس كيبقاو يعاودوا لك انا شنو عندي في الخدمه، شنو عندي في الدار، هذا يعني كتبقى تشوف بشويه كتبقى تبني واحد لبتي ليغو، فهمتي؟ واحد فوق واحد حتى كتعطيك الصوره الكامله ديال الانسان. ديك الساعه كتولي الخدمه حتى الحاله النفسيه كتساعد بزاف، طبعا الحاله النفسيه هي كلشي.